لم يعد الوضع ملائما للسكن في مناطق البصرة الشعبية وأطرافها، ومركز المدينة أيضا غزته المحال التجارية والدور المشيدة على أراض غير أصولية بسبب الفقر، فالجميع هنا يتمنون مغادرة منازلهم والاتجاه للمدن السكنية النموذجية هربا من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، لكن ضعف الحال المادي يقف عائقا. ما عد قدرة ولا قوة للمدينة السكنية، هو يا الله يا الله كمل العدة والمعد الله شاهد، واللي دينه واللي لمه سوى له بيت سكن يسكن بيه. أنا الحاكيك مقدمت له شهادة، اللي قدمت له شهادة للوطن وما عندك سكن وما عنده سكن وما عنده وظيفة. إذا صار عندك حادث أو طفل أو عملية أو أي إجراء ثاني ما أشوف إلا الناس تجي بالسلاح المؤجج ويصير رمي على البيت بسبب ماكو حساب ولا عقوبة شديدة. وبمقابل هؤلاء المعدمون قام المسالمون من ميسوري الحال بلملمة أوراقهم المالية والاقتراض محملين أنفسهم ما فوق طاقتهم الاقتصادية هربا من رصاص الجماعات النافذة والرصاص العشائري كذلك، فأصبحوا بوضع أفضل خدميا وأمنيا داخل المدن السكنية النموذجية. انت قاضي او دكتور او رجال تاجر شيء هاي، فعندك مشكله ما راح يقدر يدخل لك ابو دق العشائريه بين قوسين الا عن طريق شنو؟ السكيورتي. السكيورتي موجود بباب المدينه، فبالحاله هاي انت مأمن على حالك. عدم توفر الخدمات اللي موجوده داخل المدن الاستثماريه او السكنيه اللي موجوده الان اكيد تختلف عن باقي الاماكن العامه داخل المدينه. يبقى هنا يعني نوع جيران كلش مهم جدا، يعني خلينا نقول الناس اللي ساكنه هنا يعني بعيد عن العشوائيات بعيد عن التجاوز. تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب النافذة تدخلت أيضا بعمليات منح القروض للمدن السكنية، كل حسب علاقته لخلق الفروقات بالأسعار بين مدينة وأخرى خدمة لخزائنها المالية، فيما بقي المواطن الفقير متفرجا منتظرا الرصاص الطائش الذي قد يصيبه في هكذا أزقة عشوائية. هربا من الأسلحة العشائرية والمنفلتة، المواطن المتمكن يلجأ للشراء داخل المدن السكنية المحصنة، أما الفقراء فهنا يسلموا أنفسهم للأمر الواقع. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.